موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. انتهت عملية التصويت في الجولة الأولى لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو. ووفقا لعملية فرز الأصوات، تخوض مرشحة مصر والقارة الإفريقية سفيرة مشيرة خطاب جولة الإعادة المقررة غدا، ويحتاج الفائز إلى الحصول على 30 صوتا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 26 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأقيمت الندوة بمركز المؤتمرات الجديد بالتجمع الخامس تحت عنوان أكتوبر أنشودة النصر، وتضمنت الندوة عرض فيلم تسجيلي بعنوان الشعب هو البطل. كان الرئيس السيسي قد استهل مشاركته في الندوة التثقيفية بتكريم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني عقب تأهله لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018. وكان المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد تأهل إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018 بعد 28 عاما. تبدأ غدا جلسات الحوار الافتتاحية لملف المصالحة الوطنية بين وفد حركتي فتح وحماس في القاهرة، وسط تطلعات لإنهاء الانقسام ورفع المعاناة عن قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية. ومن المقرر طرح ملفات مفصلية خلال أولى جلسات الحوار وسط أنباء عن وجود نوايا إيجابية. مستمرون معكم على رأس كل ساعة في خدمة إخبارية جديدة، إلى ملتقى.